في صحبة الكتاب خير جليس في الزمان. مساء الثقافة والإبداع على حضراتكم جميعا مشاهدينا أينما كنتم، مع رسالة يومية جديدة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته 49. عدد الزوار وصل في اليوم الخامس إلى ما يقرب من 1,000,000 زائر حتى هذا اليوم. البداية كما تعودنا دائما في معرض القاهرة في رسالتنا اليومية بأهم الأخبار لهذا اليوم. أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إطلاقها لتطبيق جديد للهاتف المحمول لتقديم فعاليات البرامج الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر تنظيم أو عبر نظام تشغيل أندرويد. يحتوي هذا التطبيق على دليل شامل للمعرض، يتضمن هذا الدليل خريطة للمعرض بكل تفاصيلها، وهذه التفاصيل تشمل أماكن دور النشر، أماكن الأجنحة العربية والدولية المشاركة، بالإضافة إلى قاعات الفعاليات وجدول مفصل للأنشطة التي تقام في كل يوم. هذه الأنشطة والفعاليات الثقافية مصنفة حسب التاريخ وحسب التوقيت. يتضمن هذا الدليل عبر نظام تشغيل أندرويد أيضا قوائم للكتب التي تصدرها كل دور النشر بمحدثة بآخر الإصدارات. يمكن لكل قارئ أو كل زائر لهذا المعرض أن يدخل على هذا التطبيق ويسأل عن الكتاب الذي يريد أن يشتريه داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. من أخبارنا أيضا مشاهدينا، وجه السيد أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بضرورة استكمال أعداد الإصدارات التي نفدت على وجه السرعة تلبية لرغبات رواد المعرض وتوريد دفعات جديدة منها لجناح المعرض، بعدما بلغ إجمالي مبيعات هذه الإصدارات 60,000 جنيه في الأيام السابقة. نظرا للتزايد الإقبال الجماهيري على جناح هيئة قصور الثقافة وشراء إصدارات الهيئة المختلفة التي تضم العديد من الكتب القيمة وتحديدا الصادرة ضمن سلاسل الهيئة العامة لقصور الثقافة، هذه السلاسل تتوزع ما بين الذخائر وكتابات نقدية وذاكرة الكتاب. يذكر أن الإصدارات التي لاقت إقبالا كبيرا من قبل رواد وجمهور المعرض داخل الهيئة العامة للقصور الثقافة كتاب مساجد مصر، الثابت والمتحول، تهافت الفلاسفة، الكوميديا الإلهية، والكتاب التراثي طوق الحمامة، وثلاثة محاور للمعرفة، ورحلة السندباد المصري. بالأمس شهدت قاعة اللقاء الفكري لقاء ثريا مع الدكتور محمد فايق وزير الإعلام في عهد جمال عبد الناصر ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أدار هذه الندوة السيد محمد الشافعي الكاتب الصحفي. في هذه الندوة يعني قدم الدكتور محمد فايق مجموعة من الأسرار تكشف لأول مرة خلال توليه وزارة الإعلام في عهد جمال عبد الناصر. من ضمن هذه الأسرار رواية وقصة حكاها لجمهور المعرض عن دور مصر الإفريقي، تحديدا ما بعد نكسة 67 تعرضت نيجيريا لحركة انفصالية تحديدا في مقاطعة بيافرا، وهي مقاطعة غنية بالنفط. في ذلك التوقيت بعث الرئيس النيجيري للرئيس جمال عبد الناصر برسالة مفادها نريد مساعدة عسكرية من مصر، وفور تلقي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لهذه الرسالة حولها للسيد محمد فايق، ومباشرة محمد فايق بالتنسيق مع القوات المسلحة آنذاك بعث بمجموعة من الطيارين المصريين إلى نيجيريا. هذه الرسالة تؤكد على حضور مصر الإفريقي وأيضا على مناصرة مصر للحركات الوطنية في القارة الإفريقية. من ضمن فعاليات اليوم مشاهدينا، الأول من فبراير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نبدأ مع حضراتكم من قاعة لطيفة الزيات. هذه القاعة شهدت ندوة في غاية الأهمية، الندوة حملت عنوان الثقافة النفسية ضرورة، محاولة للبحث عن القارة المجهولة بداخل كل واحد منا، استكشاف هذه القارة المجهولة النفس البشرية. حاضر أو شارك في هذه الندوة الدكتور طلعت حكيم، الدكتورة شيرين شوقي، الدكتور ميشيل صبحي، وأدارتها الدكتورة منى جابر. اتفق الحاضرون على ضرورة البحث عن الأساليب الجديدة للوصول إلى الاتزان نفسي. المواطن المصري يمر بضغوطات اقتصادية وسياسية شديدة، وعليه دائما أن يبحث عن إجابة لهذا السؤال، كيف يتزن المواطن نفسيا؟ الندوة كانت عن فكرة الثقافة النفسية، قد إيه هي ضرورة ومهمة.
وقد ايه هي بحتاجها بشكل كبير قوي لمواجهه الخرافات النفسيه، لمواجهه الجوانب الخاصه بعدم تفعيل البحث العلمي او عدم الاهتمام بالبحث العلمي. كمان النقطه الخاصه بفكره ازاي نقدر نستعامل باساليب معامله ولاديه جيده مع الاطفال، وكان في جانب عملي في الندوه وجانب نظري، بحيث ان يكون في تغطيه للجوانب اللي ممكن يكون فيها استفاده للحاضرين ايضا، فكره ازاي يكون في تعامل نفسي سليم مع بعضهم البعض. نتحول مع حضراتكم من قاعه لطيفه الزيات الى المائده المستديره التي تحمل اسم الشاعر الراحل محمد ابو المجد. هذه القاعه اليوم شهدت نقاشا رائعا عن لغه الصحافه، مشكلات لغه الصحافه العربيه المعاصره. شارك في هذه المائده المستديره الدكتور مجيد خير الله الزاملي من العراق، من العراق ايضا الدكتور فوزي عبد الغني وعباس عبود سالم والسيد جواد علي جاسم ورجاء الغمراوي. تحدث المشاركون عن مشكلات اللغه الصحفيه المعاصره وكيف تستطيع هذه اللغه ان تواكب متطلبات القارئ العربي، وايضا كيف لهذه اللغه ان تقدم مضمونا صحفيا مختلفا في ظل منافسه لوسائل كثيره منها وسيله الانترنت والسوشيال ميديا. الندوة تناولت موضوعات كثيرة، لكننا ركزنا على أن اللغة العربية هي هوية العربي التي يعتز بها. بينا مواطن الأخطاء الشائعة في صحافتنا العربية، سواء في صحيفة الأهرام أو الصحف العراقية أو الصحف العربية الأخرى. بينا هذه المواطن ودعونا أخوتنا الصحفيين إلى تجاوز هذه الأخطاء حتى تصل إلى القارئ نقية خالصة من الأخطاء. في كل يوم مشاهدينا في رسالتنا اليومية من داخل معرض القاهرة بنتوجه بسؤال لزوار ورواد المعرض. سؤال اليوم، إيه الكتاب اللي اشتريته أو اللي ناوي تشتريه النهاردة؟ اشتريت رواية أين المفار للدكتورة خولة حمدي. اللي شدني الرواية انه الدكتورة خولة حمدي بتميز ان كتاباتها كلها اللي فاتت اللي انا قريتها لها كانت مميزة جدا، فاحنا بنأمل يعني ان الرواية تكون قوية. لسه اشتري بعض دواوين الشعر للشعراء اللي هم ناشئين اللي انا بعملهم فولو على الفيسبوك تشجيعا ليهم وايمانا منا بانه دايما في ناس لسه ما ظهرتش وما اتشهرتش بس عندها الموهبة الكافية انها تظهر وتبقى موجودة على ارض الواقع. اشترينا حياتك كتب دراسية الماس الساينس الانجليش من المكتبات الموجوده هنا في المعرض. يعني اشتريت كمان المجلات عجبتني جدا، بالذات مجلات الاطفال، مجلات عن الاميرات ومجلات عن ميكي، دي حاجات عجبتني قوي. كتاب يحدث ليله في غرفه مغلقه، وفعلا لقيتها قريت اولها لقيتها جميله ما شاء الله، يعني جميله جدا، وحسيت ان في سسبنس في الموضوع، ف يعني ان شاء الله لو جابوا حاجات زيها ممكن اللي هو اشتري زيها. اشتريت كتاب روح العاشق للكاتب حسن علي صالح، ده ديوان شعر باللغه العربيه. كنت قاري علشان هو كان بيعلن عنه على الفيسبوك، كنت قاري منه كذا قصيدة عجباني جدا، مكتوبه بطريقه اللي هي فيها قصه، في اخر القصيده فيها نتائج، في اخر الديوان الشعر مكتوب فيه لغز كده في الديوان كله محلول في آخر قصيدة. نجدد التحية مشاهدينا. البعض يعتقد أن الكتابة للأطفال هي أسهل أنواع الكتابة، لكن في حقيقة الأمر هي أصعب أنواع الكتابة. مجلة نور للأطفال، مجلة حققت انتشارا واسعا وملحوظا الفترة الأخيرة، وهي مجلة صادرة من الأزهر الشريف وأشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتعرف على ملامح هذه المجلة مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير مجلة نور، ولكن بعد الفاصل.